السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبائي الطلاب في درس جديد من دروس التربية الإسلامية. وقبل أن نبدأ، هيا بنا نذكر الله سبحانه وتعالى. هيا رددوا خلفي: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. اليوم سوف نتعلم اسم من أسماء الله عز وجل، صفة الهادي. ومعنى الهادي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي ويرشد عباده إلى الخير الذي في الدنيا والآخرة. فدرسنا اليوم بعنوان: رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم معلمنا. فاليوم أحبائي الطلاب، سوف أطرح عليكم سؤالا: من هو معلم المسلمين الأول؟ أحسنتم، رائع، إنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج الناس من الظلمات إلى النور. فاليوم إن شاء الله سوف أحكي لكم عن أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الناس. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، أي زينه وجمله وجعله حسنا. سوف أحكي لكم قصة عن النبي صلى الله عليه وسلم مع معاوية بن الحكم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جماعة في المسجد، فإذا برجل قد عطس وهو في الصلاة، فشمته معاوية دون أن يعلم أن ذلك لا يجوز في التحدث في الصلاة. فنظر إليه الناس نظرات أخافت معاوية بن الحكم، فقال لهم: ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعل الناس يضربون بأيديهم على أفخاذهم حتى يسكت. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له برفق ولين: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فأشاد معاوية بن الحكم بموقف النبي صلى الله عليه وسلم، وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أفضل معلم عرفه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا بمن يعلمهم ومن حوله. وأيضا كان من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطرح الأسئلة على أصحابه ليشجعهم على التفكير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس معه أبا المنذر، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم سؤال، قال له: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ فقال أبي: الله ورسوله أعلم. فكرر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم السؤال حتى أجابه أبي وقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أي أنها آية الكرسي. فأشاد النبي صلى الله عليه وسلم بإجابته. وأيضا كان من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم أصحابه أنه كان يستمع إلى أسئلتهم ويلفت أنظار أصحابه إلى الاستماع إلى أسئلتهم إذا كان سؤالا مميزا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل أعرابي، أي يسكن الصحراء، فسأله: يا محمد أو يا رسول الله، أخبرني بما يقربني من الجنة ويبعدني عن النار. فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم للاستماع لهذا السؤال، ثم نظر إلى أصحابه وقال: لقد وفق أو لقد هدي. ثم نظر إلى الأعرابي وطلب إليه إعادة سؤاله: لماذا؟ حتى يلفت أنظار أصحابه. ثم أجابه النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبد الله لا يشرك به شيئا، ويقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويصل الأرحام.
وبعدها طلب إليه برفق أن يدعي الناقة، وهكذا لم يغضب عليه الصلاة والسلام من فظاظة الأعرابي، ولم يحرمه حقه في التعلم بسبب أسلوبه، فكان صلى الله عليه وسلم أرحم الناس، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. وفي نهاية درسنا اليوم، أتمنى لكم يوما سعيدا، وأذكركم وأذكر نفسي بكفارة المسجد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.